كان تغيير كبير، لان انا كسعدي ازقون كندخل الصباح صباح الخير او لا على حسب من يكون عند التورناج لاباس بخير. اون فوا كندخل اللوج ديال الكوستيم والماكياج، اون فوا كنحط شيء من الاشياء ديال الكوستيم ديال الفيلم التشعيبيه اللي ما كتغير سبحان الله. ماشي كنا في الاول كنقول ضحك، ولكن ما بقاتش ولات بحال مقصوده انني كندخل في الشخصيه، كندمج مع الشخصيه، يعني كنولي شعيبيه، كنهضر باسلوب شعيبيه، كنطلب يعني بحال الشعيبيه وسط البلاطو حيه، ماشي كتلعب الشخصيه، يعني كتكون حيه يعني تن 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 ورغم هذا اللي جميل في يوسف بريط المخرج انه كيتعامل معايا كانه كيتعامل مع الشعيبيه، فهمت؟ يعني هنا تنقول ملي كيكون واحد الحب، واحد التكامل، واحد ملي كيكون تضامن بين المخرج والممثل وليكيب، كون على يقين انك كتعطاك عمل جيد، ماشي ديك ديال انت راه ماشي في الشخصيه باب. لا مشي كيمشيو معاك في نفس، كيكون اتفاق وكيخليوك وكتمشي في ديك الشخصيه. هنا كان هادو من الاشياء اللي كيوقعوا في تورناج، يعني كنكونوا في الشعيبيه كتكون كدور في البلاطو وهي حيه، وهذه شهاده بولدها. ملي جا حضر لينا كيشوفنا كيقولنا راه بصح الشعيبيه حيت ما كيقولش كيقولش الام ما كيقولش لامي، كيقول لها الشعيبيه بسميتها، كيقولنا راه بصح الشعيبيه كدور. وهما عاود تزادت انني انا ولا المخرج ولا ليكيب ولا كل شيء تيقول لك راه ولدها بشهادته كيقول الشعيبيه راه بصح، كل ولا كلها ليكيب كتبان لهم الشعيبيه كدور حداهم، حيت انا تهوست بها وليت بصح. يعني هذا من ضمن الكواليس اللي وقعوا اشياء كثيره، مي كان الحب، كان تضامن باش تعطى العمل جيد. كاين تيلي فيلم ديال حسن غنجة هو اللي غيدوز في رمضان، هذا فيلم تلفزيوني ديال الشيفور، هو اللي هذا اللي تصور، انا اللي كنضمنه هو اللي كنقول، واللي باقي مازال ما مني مادي مازال ما بديتش التصوير ما ضمناش، كان ما تنقدرش نعلن عليه. كلمه كنقول لهم كنشكركم وكنقول لكم عواشر مبروكه، والحمد لله على الشتا اللي صبات، ونتمنوا تكون تعاود تصب لنا الشتا، لانها مهمه بالنسبه لنا والبلاد، ماشي غير الفلاحه، الامراض وكل شيء. يا ربي ترحمنا، يا ربي ترحمنا، يا ربي ترحمنا، وشكرا.